السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم الغندور والجمهور. النهاردة الاثنين يا جماعة كان من المفترض ان هو يكون يوم عادي، كل الناس تتوقع ان الصبح العاصفة جاية في طريقها للقاهرة وكل الناس مستنية العاصفة. الحقيقة ان العاصفة الحقيقية هي خروج النادي الاهلي من كاس مصر، وزي ما بيقولوا في الامثال خبطتين في الراس توجع. وفعلا النادي الاهلي الاسبوع دوت اسبوع سيء جدا للغايه للنادي الاهلي، ما شافوش من سنتين فاتوا. النادي الاهلي بيتغلب من الزمالك في مفاجاه، من وجهه نظري كانت مفاجاه كبيره. طبيعي ان الزمالك يكسب الاهلي او الاهلي يكسب الزمالك، لكن في ظل الحاله الغريبه والعجيبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك بقاله سنتين، ومستوى وتغيير لاعبين ومجالس ادارات ولجنه ماليه وتغيير مدربين ونقد شديد ل طبعا لعيبه الزمالك واعلام قوي جدا ضد الزمالك ومع الاهلي، كان من المفترض ان الزمالك صعب جدا انه يكسب النادي الاهلي. اتقال يعني لو اتعادل ماتش كتير الزمالك مش هيعرف يكسب. النهارده الاسيوطي كان لعبته بتودع علي ماهر اللي كان بكره هيترك الفرقه وهيتوجه لتدريب سموحه بعد ما مضى عقد مع سموحه، وكان يقال ان سامي الشيشيني هيتولى تدريب نادي الاسيوطي من بكره. فجاه كل حاجه اتغيرت، علي ماهر هيفضل لغايه الماتش اللي بعد كده، هيستنى الكسبان من وادي دجله وسموحه في الدور قبل النهائي. انجاز ما بعده انجاز، يحسب لعلي ماهر، يحسب للحج الاسيوطي، ويحسب لنادي الاسيوطي بالكامل. طيب النهارده كلام كتير قوي يتقال عن اللقاء، ولكن عايز اقول حاجه واقارن ما يحدث مع مجلس اداره نادي الزمالك وما يحدث من طبطبه وحب وعشق وعدم اهتمام بمجلس اداره الاهلي. قولا واحدا زي ما انا دايما بقول، لو محمود طاهر موجود كان زمانه اتروق واتسلخ، وانه نادي اتخطف وباع مبادئ النادي الاهلي، وكلام كبير قوي كان هيتقال على محمود طاهر اللي خد الدوري والكاس السنه اللي فاتت. مع وجود كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الكل سكت. قبل كده كان النادي بيتباع، دلوقتي ما بيتباعش. قبل كده رمضان صبحي مشي وايفونا، ورغم كده الاهلي خد الدوري والكاس لاول مره من 10 سنين فاتوا، ورغم كده كمان جاب فلوس كتيره جدا للنادي الاهلي. لكن ما بسمعش صوت نقد لمجلس اداره الاهلي. بتمشي احمد الشيخ اعاره، وتمشي حسين السيد اعاره، وبتمشي احمد صالح جمعه اعاره، وتمشي مؤمن زكريا اعاره، وما بتعرفش تجدد لعبد الله السعيد عشان هو طالب فلوس كتيره، وما يروح نادي الزمالك يدفع له فلوس كتير الكتير الكتيره. يعني انا عندي قولا واحدا، مش دافع لعبد الله السعيد غير 7 8 مليون. اما يجي عبد الله السعيد يمضي بالزمالك ادفع له 60 مليون. ده ايه ده؟ واسمع دلوقتي ويتقال عبد الله السعيد مش موجود، الاهلي مش موجود. كلام غير طبيعي في كل الاستوديوهات اللي بتذيع الماتشات والمحللين، وكأن النادي الاهلي مش بمن حضر، كأن النادي الاهلي لو عبد الله السعيد غاب هيتغلب من الاسيوطي، كأن النادي الاهلي لو وليد ازارو غاب هيتغلب من الاسيوطي. طب على فكره الاسيوطي ما عندوش علي معلول، والاسيوطي ما عندوش عبد الله السعيد، والاسيوطي ما عندوش وليد ازارو، ورغم كده قدر انه يكسب النادي الاهلي. طيب يمكن تكون ضربه جزاء، ضربه جزاء كانت نقطه تحول. عشان اكون منصف وحقاني انا هكلمكم كلاعب كوره، الكوره دي ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش، زي بالظبط كده محللين التحكيم في مصر. كابتن جمال غندور قال لك الكوره مش ضربه جزاء، والكابتن احمد الشناوي قال لك الكوره ضربه جزاء، لكن هي قولا واحدا. هل هو قصده؟ هل هو رفع ايده عشان يمنعها؟ لا،
الكرة اتحولت من دماغ لاعب الاسيوطي لايديه. انا عايزكم تجيبوها لي دايركت يعني ما توقفوهاش. طبعا الكرة واضح جدا ان هي اللي راحت لايده مش ايده اللي راحت للكرة، ولكن حكام يحسبوها؟ اه يحسبوها. حكام ما يحسبوهاش؟ ما يحسبوهاش. طيب انا بعد كده عايزها ايوه في يعني جريتها العاديه. طيب هنا السؤال يا جماعه اللي انا عايزه اوصله، ما هو سبب التغيير المفاجئ في شكل فريق النادي الاهلي الاسبوع الاخير ده؟ يعني حد يقول لي اصل عبد الله غايب، ما عبد الله حضرتك لعبت 6 ماتشات بعد ما عبد الله مشي وكسبت. حضرتك كسبت منانا الجابوني هناك 3 من غير عبد الله السعيد. حضرتك كسبت اكتر من 3 4 فرق في الدوري الممتاز بعد رحيل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد نفسه راح لعب مع فنلندا ماتشين اتغلب ماتشين. طيب على السوشيال ميديا ابتدى دلوقتي يتحط على الانترنت كان عبد الله هو منقذ النادي الاهلي، كان عبد الله لو مش موجود الاهلي يتغلب، وده كلام غير طبيعي ومنطقي.